لا يوجد مستشفى حكومي في 3 مديريات بالعاصمة المؤقتة بعد إغلاق مستشفى عدن عام 2006، مضاعفاً الأزمات الصحية على قرابة 200,000 نسمة. بندوا مستشفى عدن بحجة الصيانة، برضو صيانة مكيفات. إلى الآن تقريباً لنا 11 سنة، ما يقارب 11 سنة أو 12 سنة مستشفى مغلقة. رغم إغلاقه في حالة متردية وتحت ظروف مأساوية، لم يتوقع كوادره أن مدة صيانته ستطول كل هذا الوقت، مؤكدين على ضرورة إعادة تشغيل المستشفى بشكل عاجل. لازم مستشفى عدن نرجع له لمتى؟ نحن أساسا لما قالوا نحن بترجعوا مركز تروحوا الصداقة افتقعنا، خلنا علشان صيانة لا 6 شهور لا سنة، قلنا نحن أكثر من 10 سنين. السلطة المحلية وعدت بإنهاء أزمة المستشفى من خلال تنفيذ قريب لمشروع إعادة الصيانة. رصد 50 مليون من مركز سلمان لإعادة تشغيل المستشفى سريع، ولكن ربما اللي هناك تعثر في ظروف أو في أشياء فنية. وتظل التساؤلات عن الجهات المستفيدة من توقف القطاع الصحي العام الذي يقدم خدمات مجانية في ظل وضع اقتصادي حرج ينعكس على الخدمات الأساسية للمواطن.